والله يا ميت اهلا وسهلا بالجميع. على راس كل لبان. لا تواخذوني والله هو صدر العادي شبي. انا اخي لبان. اي نعم يا ابو عصام. جاهزين شيخي. اي لبان. اتكلنا على الله. عم نسمع عمي لبان، لازم تحكي قدام الحاضرين، تفضل. بأمركم عمي مثل ما بدكم. لازم تقول لبان، انت ولي امرها ومسؤول منها. اتكلنا على الله. يعني يكتب الكتاب ابو عصام؟ اتكل على الله لكان. اصبح خلونا نسمع راي المستور عايشه. ايه؟ ليش لا؟ قوم ابي عصام يلا خد عمك شيخ. شرف شيخي شرف. يلا 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 راح معك شيخ. يلا يلا. اهلين بلبان. اهلين بلبان.